ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إنقاذ مسن أسترالي على يد شاب سعودي في أستراليا. وفي التفاصيل، تمكن الشاب السعودي نوح الحربي المبتعث في مدينة أديليد الأسترالية من إنقاذ الرجل المسن البالغ من العمر 94 عاماً من ألسنة النيران بعد أن أخرجه في موقف بطولي منها. وعلى أثر ذلك انهالت التعليقات على هذا الموقف البطولي بحق الطالب السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بأدائه الإنساني. وفي السياق، أكد الحربي بحسب العربية دوت نت أن قصة إنقاذ المسن الأسترالي بدأت في مساء يوم السبت الماضي عند الساعة 1 ظهراً، حيث كان عائداً من الجامعة. من ثم سمع صوت امرأة كبيرة بالسن تستنجد بشكل هستيري لإنقاذ أحدهم من النيران والدخان الكثيف في منزل يسمع فيه صوت الانفجارات من الكابل الكهربائي، لافتاً إلى أن هذا الأمر دعاه إلى تلبية النداء سريعاً غير آبه بأي نتائج قد تلحق به من أضرار جسدية. الشاعر بصوت هستيري، وخلال أقل من 5 ثواني سمعنا بعدها سمعت صوت. وأشار إلى أنه عندما وصل في وقت قياسي حاول الدخول إلى المنزل من خلال أبوابه الرئيسية، لكنه لم يتمكن بسبب حرارة النيران، لافتاً إلى أن هذا ما جعله يقوم بخلق فكرة أخرى من خلال كسر النوافذ التي جاء على إثرها إصابته بجرح عميق لم يشعر به حينها. ولفت إلى أن هذا الأمر زاد من عزيمته في إنقاذ المسن بالحل الأخير المتجسد بالدخول من الباب الخلفي والذي تمكن من كسره بمساعدة زميل له من الجنسية الأسترالية. النافذة حقت الغرفة، درايش الغرفة، وكلها من قزاز، حاولت أكسرها بيدي وكسرتها، الله أعاني وكسرتها. وأكد الحربي في حديثه أن هذا الأمر جعله يشاهد موقفاً مؤثراً تمثل في وجود المسن الأسترالي مستلقياً على الأرض وهو يعاني، موضحاً أن هذا ما دعاه إلى اتخاذ قرار الدخول واستكمال المغامرة، وهو ما جعله يتمكن من إخراجه عبر النوافذ الخاصة بالمنزل بعد توجيهات الدفاع المدني الذي وصل إلى الموقع متأخراً. مؤثر لما شفناه مستلقي على الأرض، وتعرف اللي مستسلم ويشوف الموت بعيونه.